الطيبة المباركة يكون عن التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن العظيم. أحبتي في الله، المولى سبحانه وتعالى قد حذر الأمة على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم، حذرها من أمور عظيمة وأمور جمة. ومن هذه الأمور التي يجب علينا أن نعي لها جيدا الغفلة. والغفلة هي الأمر الذي يتغافل عنه الإنسان نسيانا أو عامدا، لاهيا أو معرضا، في كل الأمور يتساهل في الأمور ويأخذ الأمور بطريقة هينة لينة، ولا يعي ما يكون أو ما تكون نتيجة هذا السهو أو النسيان. كان يقول الإنسان سأغفل عن شيء أو سأتغافل عن شيء، إن هذا التغافل الذي يكون عمدا أو الغفلة التي تكون سهوا مرارتها على القلب عظيمة، مرض عضال داؤه قاتل. لماذا؟ لأنك تغفل عن الأشياء المهمة حتى تتناساها وتنساها. لذلك يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم والأمة في سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المولى سبحانه وتعالى ينادي حبيبه ويقول له إن هذا الغافل وهؤلاء الذين جاءوك يريدون منك شيء لا يريده المولى جل وعلا، يريدون منك أن تطرد المؤمنين الذين هم أولى من هؤلاء المشركين. المولى سبحانه وتعالى يقول له: ولا تطع هؤلاء الذين غفلت قلوبهم عن آيات الله، لا تطيعهم في هذا الأمر، بل اصبر وكن مع هؤلاء الفقراء ولا تطردهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا يقول رب العزة جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن اذكر ربك في نفسك داخلك، في نفسك وخارج نفسك على جوارحك، أن يظهر ذكر الله ويتظهر عليك هذا كله على جوارحك. إنك لو ذكرت ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيسخر هذه الجوارح لخدمة الناس ولطاعة رب العباد. إذن واذكر نفس ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل بين هذا وذاك من القول بالغدو والأعصاب، صباحا ومساء وما بين العصر والمغرب يسمى بالأصيل، ولا تكن من الغافلين، إياك أن تغفل عن ذكر الله جل وعلا. لذلك يقول رب العزة جل وعلا أيضا: لهم قلوب لا يفقهون بها. شوف ربنا بيصف الغافلين وصف دقيق جدا جدا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. شوف ربنا بيوصف الذين يغفلون عن آيات الله، يغفلون عن الأمور المهمة في حياتهم ويتمسكون بتوافه الأمور، يتناسون ذكر الله جل وعلا، يتناسون الصلاة، يتناسون ذكر الله في القرآن،
يتناسون طاعة الله، يتناسون الفقراء والمحتاجين، يتناسون إخوانهم حتى في أولادهم وزوجاتهم وبناتهم، يغفلون عنهم، يتركون منازلهم خراباً حتى يعمروا الطرقات. هؤلاء الغافلين رب العزة جل وعلا يصفهم بأن لهم قلوب قد ماتت من الغفلة، لأنهم لا يعوا جيداً مضرة هذه الأمور، تركهم لمنازلهم خاوية، عدم سؤالهم على من يعولونهم، إغفالهم عن كل شيء طيب، ووصولهم إلى ما إلى كل شيء يلهي عن ذكر الله. هؤلاء لهم أعين لا يبصرون به، ربنا أداهم عينين مش شايفين الحق، مش شايفين الشيء اللي ربنا أحل ليهم، بيستخدموا أعينهم فيما حرم الله. قد أعمى الله قلوبهم وأعمى أبصارهم وأصم آذانهم، لماذا؟ لأنهم أرادوا ذلك. لهم آذان لا يسمعون بها الحق، بل يسمعون بها الباطل، يسمعون الملهيات وينظرون إلى الحرام، وقلوبهم مشغولة بغير ذكر الله. أولئك كالأنعام بل هم أضل، دي ربنا وصفهم كالأنعام، بل هم أضل، لأن الأنعام بتعي جيدا ما يضرها وما ينفعها، أما هؤلاء لا يعون. ربنا فضلهم على الأنعام بالعقل، ولكنهم لم يستخدموا هذا العقل، فكانوا أضل من الأنعام. إذن أحبتي في الله، المولى جل وعلا عندما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ربنا سبحانه وتعالى أخرج من بني آدم من ظهورهم، أي إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل نطفة وروح ستصير إنسان ذكر أو أنثى. إذن أخرج من بني آدم وليس من آدم، يبقى لما يخرج ربنا من بني آدم وليس من آدم، يبقى كل الناس دي لبت وقالت ربنا الله. ليه؟ لأن ربنا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم، يبقى كلنا لبينا وقفنا أمام ربنا ونحن في عالم الذر. من ظهورهم أي من ظهور بني آدم وليس من ظهر آدم، يبقى ربنا بيقول لنا ألست أنا بالمعبود الحق؟ فقلنا نعم، فالمولى جل وعلا جعلها حجة علينا أن نأتي يوم القيامة وننكر ذلك، فيكون هذا الإنكار ليس في صالحنا. ليه بنقول ده كله؟ لأن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، خلقنا للتوحيد، للطاعة، لم يخلقنا لله ولا للتغافل، ولا إن احنا نسأل الولد ليل ونهار رحت الدرس ولا ما رحتش، عملت ايه في الدرس ولا ما عملتش، لكن عمرنا ما سألناه مرة حفظت كام من القرآن دلوقتي، صليت ولا ما صليتش، قرأت كام حديث النهاردة، لكن همنا كله رحت الدرس ولا ما رحتش، المدرس عطاك ايه النهاردة، خدت ايه النهاردة، لكن السلاح اللي بكرة وبعد وهتتعكز عليه انت مهمل وغفلان عنه، لان انت عايش مع وسائل التواصل الاجتماعي او الكلام الفاضي ومضيع وقتك في اللهو وفي اللعب وفي كل شيء ما ينهي عن ذكر الله. وربنا لم يخلقك الا للعباده، فلما راى ان العبيد سيشتغلون بالرزق قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. خايفين على اعبدوني وملكوش دعوة، أخلصوا لله جل وعلا وهو الرازق، هو الرزاق ذو القوة، هي هيشغلكم الأكل والمال والشاب ما تخافوش، ولكن أنا خلقتك للعبادة يا ابن آدم. سيدنا معاذ ابن جبل رضوان الله عنه وأرضاه
الذي توفى ويبلغ من العمر 36 عاما، 36 سنة، ومع ذلك التاريخ مملوء ببطولات معاذ. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أما حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئا. قال: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا. حق ربنا عليك إنك تعبد ربنا، ما تشركش به شيء، وحقك أنت على ربنا إنه يدخلك الجنة. من كانت الآخرة همه، شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه إيه اللي بيحصل له؟ جعل الله غناه، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتبه الله له. من كانت الآخرة همه، خلي في قلبك إنك ميت، إنك هتموت، إنك بكرة وبعده مش هتبقى وسط الناس، إنك بكرة وبعده هتبقى بين الأموات في عالم البرزخ. إن أنت باصص للآخرة، باصص لبكرة، عارف إن بكرة يبقى فيه عقاب وحساب، إن في جنة ونار، إن في قبر مليان بالدود والظلمة، إن في أمور مستنياك وسنين وأعوام لا يعلم الله قدرها ولا مقدارها إلا الله. حاطط في دماغك الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيملأ قلبك بالغنى، الغنى اللي هو رضا ربنا عليك ورضاك باللي ربنا بيديهولك. ملأ الله قلبه غنى وجمع له شمله، كل أمورك المتفرقة في الحياة ربنا هيجيبها لك لحديك، والدنيا التي أنت تسعى فيها وتسعى من أجلها تأتيك راغمة، لأنك طلقتها فستأتي إليك وهي راغمة، رغم أنفا هدي لك الدنيا لحديك. ليه؟ إن أنت عملت ربنا، بصيت لربنا بس. إنما المنهمك في الدنيا اللي ليل ونهار ما وراهوش غير الدنيا، دي راحت ودي جت، والنهار كله في شغل، والنهار كله لا بيصلي ولا بيعبد ربنا ولا أولاه، وقلبه غفلان وسايب بيته وعياله والدنيا بتضرب شمال، ماله ده؟ جعل الله فقره بين عينيه، لو معاه أموال الدنيا كلها مش حاسس بقيمتها، مش حاسس بحلاوة المال، مش حاسس باللي هو فيه. ربنا محرم عليه حتة اللباية الصغيرة ما يقدرش يجزجزها، محرم عليه قرص الطعمية ما يقدرش ياكله، مش متلذذ بالدنيا يا اخوانا. يدخل البيت كأن كابوس داخل وكابوس طالع، داخل البيت شيطان، البيت مليان بالنار. ليه؟ لأن همه الدنيا، يجمع للدنيا بس. لكن ناس ربنا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت وفرق عليه شمله، الأمور كلها تبقى ملخبطة معاه، مش عارف يعمل ايه ولا ايه ولا ايه، والدنيا كلها فوق دماغه نايم وجاي بالهموم، ومع كل ده لم يأخذ من الدنيا إلا ما كتبه الله له. مش هتاخد غير المكتوب. أمال بتعمل كل ده ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ينادي: يا رب، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ ربنا يرد عليه: لقد أتتك آياتنا، كل حاجة ربنا ادهالك، كل الأذكار معاك، القرآن في إيدك، الموت العظة، كل الناس اللي بيجي لهم مصايب وجروح واللي بيموتوا قدامك، كل الحوادث دي ما اعتبرتش منها؟
ما اعتبرتش ان واحد عمل عملية قدامك؟ ما رجعتش لربنا؟ ما شفتش الفقير اللي انت نسيته ده؟ كلت ونمت ومليت بطنك ونسيت ابوك وامك ونسيت اخوك ونسيت جارك، انت فين؟ غفلان عن كل ده ليه؟ مخك وعقلك فين؟ قلبك راح منك فين؟ اتلهى في الدنيا؟ خلاص. الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، خلاص انت نسيت ربنا؟ نسيت كل حاجة في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ربنا جاب لك كل حاجة، ما بصيتش في حاجة خالص، نسيت كل ده. كل ده بصيت لله وللدنيا وللغفلة، غفلت عن كل شيء. طيب وكذلك، فكذلك اليوم تنسى. خلاص ربنا هيحشرك أعمى، بس أعمى عن الحق، زي ما كنت أعمى عن الحق في الدنيا، زي ما أكلت حقوق الناس وكنت أعمى وانت بتاكلها، برضو في الآخرة هتبقى كده. زي ما أكلت حقوق أختك وأخوك، زي ما أكلت حقوق الناس، كذلك كنت أعمى، فاليوم ستصير أعمى، ولكن عند وصولك إلى النار سترى كل شيء، وسترى كل شيء خبأه رب العزة جل وعلا لك. كما خبأت نفسك في معصية الله في الدنيا فسترى كل ما خبأته لنفسك في الآخرة. لما حشرتني أعمى؟ هتبقى أعمى يوم القيامة؟ أيوة أعمى عن كل شيء، أيوة. بس عند قراءتك لنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، هتشوف. عشان تشوف اللي عملته كله، عشان تندم في يوم لا ينفع فيه الندم، عشان تبكي في يوم لا ينفع فيه البكاء. هتقول انحنى ظهري وشاب شعري وضعف بصري ووهنت قوتي، فأين كان عقلي؟ ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت الذي تفر منه، شيء أنت تجري منه، هو لا يسير خلفك، بل هو يكون أمامك وأنت لا تدري. شيء تهرب منه وأنت تهرب إليه، أنت تسارع من أجل أن الهروب، لكنه أمامك وأنت لا تدري. الموت مستنيك؟ لا. مفكر إن أنت قاعد في مكانك وبتجري رايح فين؟ ده أنت رايح له هو، ده أنت كل يوم بيزيد بتوصل له هو، كل ساعة بتمر بتوصل له هو، ده قدامك مش وراك. أنت بتجري خايف من حاجة ومش عارف إن الحاجة دي منتظراك. كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة موت الفجأة أو الفجأة. كلنا شايفين النهاردة بنبقى قاعدين لحظة سكتة قلبية بيموت، سكتة دماغية بيموت، ذبحة صدرية بيموت، لحظة بنبقى قاعدين مع فلان ولحظة بيموت. أنت فين؟ أنت ما فكرتش في كده ليه؟ ما فكرتش إنك تكون مكانه ليه؟ ما فكرتش في لحظة من اللحظات إنك هتموت ليه؟ ليه بتعمل كده؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ليه بتبقى عاجز؟ ليه بتعامل نفسك مغمض عن كل شيء؟ ليه مش حاطط في دماغك إنك هتموت؟ شيء غريب. كلنا عندنا أمل في الدنيا. يهرم ابن آدم ويكبر معه اثنتين ويشب معه اثنتين، الحرص والأمل، الحرص على العمر، الحرص على الدنيا، الحرص على المال. عايش عايز يموت، كل ما ياخد في فلوس بيتبوط في الدنيا أكتر، بيحب الدنيا أكتر، بيبعد عن ربنا. ليه كده؟ ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنبقى قدوة مش كويسة لغيرنا؟ ليه ما نبقاش قدوة حسنة؟
عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من أحببت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. مهما تعيش هتموت، مهما وصلت من عمر هتموت. حب الناس كلها، حب زي ما تحب، هتفارقهم وتسيبهم برضو، وكل اللي بتعمله هتلاقيه قدامك. ليه يا اخوانا كلنا مش شايفين قدامنا؟ ليه عاوزين نبص لبكره؟ عايزين نحس ببعض، عايزين نمشي على بعض، عايزين نشوف مين المريض ونسعى ليه، عايزين نشوف مين الفقير ونغنيه، عايزين نشوف مين المحتاج ونرفع شأنه، عايزين نشوف مين اليتيم واليتيمة ونجهزهم ونقف جنبيهم. وخليك للبنت اليتيمة دي أب، وخلي مراتك أم، وخلي ولادك إخوة ليهم. ليه ناسين بعض؟ ليه مبعدين عن بعض؟ إيه اللي مخلينا كده؟ حبنا للدنيا، تغفلنا عن الأمور الطيبة. نرجع لربنا، وباب التوبة مفتوح، وباب ربنا ما يغلقش أبداً، الباب الوحيد اللي كل ما تدخل منه تلاقيه مفتوح. وأقول واعية، نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم احفظنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. اللهم ارفع الغل والحقد من قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم لا تفرق جمعنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم وحد بين قلوبنا، واجعلنا راضين مرضيين مهديين يا رب العالمين. ووفق يا رب كل من يوحد ربنا سبحانه وتعالى، وفقه لما تحبه وترضاه، وارفع راية الإسلام خفاقة عالية إلى يوم الدين، وراية مسلم حبيبة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.